بسم الله، اليوم معنا في واحد المسجد مدينة ويسلان اللي غوتونا الإخوان ديالنا، وقال لك راه داك المسجد ديال الله في طور البناء ودابا راب، فهمتيني؟ وحنا جينا نقلو لكم كل شيء بالصوت وبالصورة، وتابعونا. معليش حبيبه ديالي، راه غير سميتو راه كاينين كيما قلتي غير مسدك يكون بالماء وعاد ندير يعمرو فيه النص كامل باش يشربوا شويه عاد يولي يكملوا، هما عمروا بزاف كيتحركوا بالماء. سميتو جا هنا وشاف هذا الشيء، جا هذا راه داير الحديد ديال 16 يا 16 هذا هو راه كان الحديد ديال 16 اللي هو ما كتشوفوا هادشي جديد، فهمتي؟ في طور البناء هنا كاين السيناج، السيناج اللي تحت الفندق شحال فيه؟ 12 متر. من هاد السرية ما كانوا تقول لكم بعد داكشي اللي ما تنفهموش، ولكن تيبان لي هادشي ماشي هو هذاك 200%، شفتي؟ وتا حنا هنا داخلين غير الله يستر ما يعاود يكمل علينا هادشي يهبط، يعني بحال هادشي بحال ثلاث الخشيبات، ثلاث الخشيبات يلا اخوتي انا صورنا علاش قدي ما كتشوفوا هادشي فضيحه من العيار الثقيل. هذا الموتور هذا لكم اكثر، نعاودو هنا دوك فيها الضل ولا مدى؟ كما كتشوفوا احنا طلعنا الفوقي باش نقول لكم الحادث بالضبط. بقى هنا ديال الاشغال كما كتشوفوها، ودابا هذاك الضلا طاح، حتى هادشي عاوتاني تيسير الله، هاد الفضائح ديال التعمير فهمتيني ما بغاش تسالي. واحد الخشبه هنا علاش شافها حفره طاحت بالزربه، واش هادي ضالة؟ هادي تبان لي عباره على لعبه، هادي ماشي ضالة. انا غادي نقربو لكم مزيان باش تشوفوا الناس الاختصاص ديال الطاسرون، نشوفوا خشيبات لعاب وصف، هادو لعاب نيشان العشوية، هي نيشان ايوا، شوفوا العشوائية ديال بصح، عويد فوق عويد نوردين. شو داك الشكاره بالمعلم جيب المترو، هانتوما الاخوان شوفوا الضاله، شوفوا المعلم، شوفوا الطاجرون. انا ما تنفهمش، وكنهدي هذا الفيديو هذا لصحاب الاختصاص. هذه ضاله ديال المسجد اخوان، كنهديو هذا الفيديو لصحاب الاختصاص، هما اللي غادي يقدروا يعلقوا. نشوفوا اخوتي، هانتوما هانتوما هانتوما، شوفوا صحاب الاختصاص غادي تشوفوا هذا الفيديو مزيان. شي دابا هذيك علاش واقفه على الخوه؟
نشدركم من التحت، ذوي الاختصاص هما اللي غيفهموا في هذا الشيء.